thrust back before the crowds and cameras. First in this unexpected show of unity. الملك تشارلز يفاجئ الأمير هاري بعيد ميلاده قراراً ملكياً بحقه أذهل الجميع. لم يكن الأسبوع الماضي سهلاً بالنسبة للأمير هاري الذي احتفل بعيد ميلاده 38 في ظل الحداد على وفاة جدته الملكة إليزابيث الثانية والقرارات الملكية بحقه والتي حرمته من ارتداء الزي العسكري خلال الجنازة. وفي لفتة مؤثرة اتخذ الملك تشارلز الثالث قرارا ملكيا يوم أمس سمح من خلاله للأمير هاري بارتداء زيه العسكري خلال الوقفة الرمزية التي ستقام بجوار نعش الملكة اليوم السبت. وبحسب مصادر ملكية فإن قرار السماح لدوك ساسكس بارتداء الزي العسكري اتخذه حصريا والده الملك تشارلز الثالث على الرغم من حقيقة أن الأمير هاري بعيدا عن العائلة المالكة. وفي البداية لم يسمح لهاري وعمه الأمير أندرو بارتداء الزي العسكري في جنازة الملكة إليزابيث الثانية على عكس كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية، بعد أن كان أندرو جرد من لقب صاحب سمو الملكي والألقاب العسكرية الفخرية في بداية العام. كما كان الأمير هاري قد تنحى عن منصبه كعمل ملكي كبير وانتقل إلى كاليفورنيا مع عائلته، إلا أن هاري هو نقيب سابق في الجيش البريطاني وكان آخر فرد من كبار أفراد العائلة المالكة الذين يخدمون في الخطوط الأمامية. كما كان الأمير هاري قد شهد وهو يرتدي ملابس مدنية في جميع المناسبات الرسمية التي أعقبت وفاة جدته، إلا أن هذا القرار المفاجئ سيسمح له بالانضمام إلى العائلة المالكة اليوم، حيث سيقف جميع أحفاد الملكة الثمانية في تأمل هادئ حول جدتهم لمدة 15 دقيقة كعلامة على الاحترام. كان الملك تشارلز قد اتخذ قراراً يوم أمس حرم بموجبه ولدي الأمير هاري وميغان ماركل من لقبي صاحب السمو الملكي وصاحبة السمو الملكي، فقد وافق الملك على منح لقبي الأمير والأميرة لحفيديه، لكنه رفض السماح لهما بأن يعرفا باسم صاحب السمو الملكي، وهي ألقاب جردت من والديهما عند تخليهما عن الأسرة المالكة والمملكة المتحدة في العام 2020.